لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة نهاوند للإنتاج الفني. يا بودا لا شوف من على الباب اللي رد عليك. يلا يلا هني جاي. هذا عمو فهد ودنا. ساتر شو جاي بقول له عندما فهد قولي لا يتفضل يا عمو هيني تفضلني كيف حالك يا فاروق ولا اشتقتلك اشتقتلك يا دار الرضا. هلا وسهلا جارة البركة شو اسمك عمو؟ رد على عمك ولا الله يخلي لك اياه عجب عملت وجيت. الله يخليك يا فاروق ولا شفت حالي فاضي قلت اجي اميل عليك واشوفك واسهر عندك يا غالي يا غالي انت. والله اهلا وسهلا نورت يا ابو الفهد بوجودك منوري والله. يا بنت اعملها في الجنه ولا ارد عليك. اقعد بلا بلا لعيب خلاص فلت يا رجل مش مشكله خليه يلعب. حبيبي براسي انت حالك انت الله وكيلك تنهاره هيك بالدار من غرفة لغرفة ام ملاحقته زي القط والفار. يعني كل الزار هيك ايه؟ عجبك؟ شكله تضايق منه عمك الفاروق. لا يا ابو الفهد الله يسامحك شو دايم انت الدار داركم بس ما قلت ليش اخبار شغلك. اخ شحكي لك يا فاروق من يوم ما سكرت هالبلد واني قاعد لا شغلة ولا عملة المصنع اللي كنت اشتغل فيه سكر وصاحب المصنع صار يستورد البضاعة من برا. يا سيد الله بعين ما هي حالة البلد كلها هيك بس شو بدي احكي بدك تضلك قاعد هيك قبل لا تفتح الحواجز بركي فتحتش. يا سيدي ساعتها بحلها الف حلال بدبر حالي وايامها كان يقولوا بس ايه ابو الفهد وبس ابو الفهد بس الكل يعمل لي حساب يخافوا مني. ما شاء الله مبين ذاك السبب من ذاك الفهدو. على سيرة الفهد انا ليه سموني اب فهد لانه انا شاب مش معناته اني خدشريت هالقيت بس الواحد يعني الا يكبر. كانت الحارة تعمل لي حساب اول ما عفوتها تهتز هيك يخافوا زي النمل يهربوا. ما شاء الله مبين كمان اعدام بس يا سيدي اصب لك شاي. يا سيدي صب. تعرف يا ابو صابر الليلة في فيلم اجنبي بجنن. الساعة قديش إن شاء الله هذا الفيلم يا أم الصابر؟ تاني شوي ببدأ يعني الساعة واحدة تقريبا. ما أنت عرفتيني يا بنت الناس أنا ما إلي في السهر أنا بروح تعباني من الشغل. صار نفسي مرة واحدة تيجي فيها على البيت وتسهر معي. أنت بتيجي بتتعشى بتشرب شاي بتحط راسك وبتنام فيش مرة كأنه في الدار. يعني هو ما في سهر بالدنيا غير نقعد على التلفزيون؟ يعني الواحد وين يروح يسهر على إيش يتفرج الواحد؟ قولي على ايش يا حسره لا عنا سياره نطلع نلف فيها ولا في محل الواحد يروح يقعد يسهر فيه شو ضل. حتى لو في سياره يا ام الصابر الساعه واحدة وين بدنا نروح فيها؟ هذا اولا. ثانيا الناس كانت من زمان كيف تسهر لا كان عندهم تلفزيونات ولا كان عندهم غيره كانوا الناس يتجمعوا ويقعدوا مع بعض يسهروا وينبسطوا ويروحوا. هذا الحكي كان زمان مش اليوم. بعدين الناس قبل ولما كانوا يقعدوا يسهروا مع بعض كانوا يحكوا على بعض. يا ستي هديك اليوم لما روحت أنا وياك عنده وهشام وعدنا عنده ساعتين سهرانين على إيش كنا قاعدين مش على التلفزيون شو هالسهرة هاي؟ يا أبو صابر أنت من الآخر شو اللي بدك إياه؟ بصراحة أنا بدي أقوم أنام تصبح على خير. تلاقي الخير. Station coming up. The next one's not for another 75 miles. He's got to stop. All right, let's chopper ahead. We have Frank and his boys waiting for him. Best case scenario, he can come top by himself. خليت ابنك ببرد حرام انا ما يمكنك الشاف. أتخافيش هذا زي القرد بس مش تزعل لأنه كسر لك المزهرية الكبيرة ولا يهمك في ده بس أنا خايف على يبرد. أتخافيش هدول الصغار دمهم هامي هبي بردوش تري. صار لي فترة بدور على شغلة هيك أكون حارس ليلي لأنه هذه أحسن شغلة بتتناسب معي. ليش؟ أنا بقول لك ليش؟ لأنه أنا بنامش بالليل مرضني سهران. وليش بنام بتنام يا أبو الفهد؟ يا جار اللي زيي بيصحى بعد الظهر كيف بدي أنام بالليل كيف؟ بعين الله ما راح تضل الأمور هيك. شو بدك تقول جار؟ أنت بتعرف تلعب شدة؟ لا تأخذ والله ما بعرف اللي زيي بيطلع الساعة 6 الصبح برجع آخر النهار أنت بدل حال عب شدة. خليني معناته أعلمك الشدة على أصولها
خلينا نتسلى واحنا قاعدين. بلا من هالشد احنا سهرانين يا جار. يا زلمة هذه سهلة، بدي علمك أحلى اللعب. شو رأيك علمك البناكل ولا الطرنيب ولا الهندرمي؟ الله يرضى عليك، أنا بحبهاش الشدة. بحبهاش يا سيدي؟ بلاش لا حبيتها، بس المرة الجاي بدي أجيب معي طاولة الزهر، مش تقول لي بعرف شو العاب. ايه هذه الساعة صارت تنتين بدري يا جاج. شو بدري؟ بديش اروح اعطيني ريموتات في فيلم بدنا نحطوها وقيت. حلو لهون، حلو لسه الفيلم باوله. مش عارفك انه باوله. مش عارفني اني باوله؟ هذا الفيلم حضرته 6-7 مرات. فيلم ايش هذا؟ هذا فيلم رعب. اما شو بجنن؟ ايش بشابه الكذب؟ جار فيش عندك هيك اشي نتسلى فيه؟ يعني بزر مزر فسطخ مسطاق. انا شو بدك؟ خلاص عندك فاروق، انا سهران بديش يعني زهقت هالضغط. خلاص روحي نامي نامي، باجي باجي بس اخلص الفيلم. دبري حالك، خلاص بديش اجي بديش. خلاص بقول لك روحي، هاي الولد نايم. يلا مع السلامه، روحي روحي نامي روحي. بس امه بدني فاروق فاروق فاروق. انت في عدة ساعة لسه بدري. اسمع اسمع، بدي اياك تحضر معي هاللقطة، راح يحطوها وقت بتخوف. بدي اشوفك زلمة ولا لا. اقعد اقعد فاروق. شو بدي اقول؟ فيش اشي حلو هيك ناكله عندك تحط ناكل؟ مثلا يعني كيكس، ايش اسمه هذا، حلاوة وزلابية وملابية. يا جماعة مشان الله تشوفوني حال، خلص قربت أطرد من شغلي. فعلا يا جماعة أبو فهد زادها. اسمع يا فاروق، لما نيجي طبل عليه خلي الأولاد يحكوا له إنك أنت مش موجود. يا حبيبي يا معمل التيتة، ببعث لي واحد تاني، لما بطلع أشوف مين بلاقي بوجهي. طيب احكي له إنه عندك شغل بكرة وما بتقدر تسهر. قلت له، قال لي أنت نام عن الصبح بالصحيح، وكمان بضل يطلب لي طلبات، مرة أرجيلة، مرة بتوحمنا على الزلابية، مرة بده سفر جال. شو الحل مع قليل هالحياة؟ الحل إني أرحل من الحارة. ترحل من الحارة علشان واحد زي أبو فهد؟ أي لسه هيك، أحسن ما ينطر من شغله يا أبو صابر. لا يا جماعة الخير، لازم يكون في حل تاني. والله ما ضلش معملته، هذا قليل زق كله على الفاضي. أخ لو يجي عندي ويعملها معاي، إلا أخليه يحرم يرجع تاني مرة. مشكلتي أنا بس تحملني الصحيح. أبو فاروق، مش لما نتلاقي دار تاني ما تحكي لناش وين ساكن؟ أعوذ بالله، بديش أحكي لحدا وين ساكن. لا يا أبو فاروق، شبهتنا بأبو فهد، الله يسامحك بس. يا حبيبي، شو بدي أتمنى أنتوا التاني بكرة تقعدوا كثير زي الطلطل كل يوم التاني على الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فال الله ولا فالك يا زلمة. والله ما في شيء مدمون، تزعلوش مني. بعد اللي شفته من ابو الفهد يا ابو فاروق ما حدا بلومك على شيء، وعلى راي المثل اللي بتخرص الحيه بخاف من جاره الحبل. فعلا اللي استحوا ماتوا. اطبخنا اطبخنا حبيبي، وينك يا زلمه؟ قلبت البلد عليك مش طقلك. يعني وين بدك تكون بهالاشغال؟ ما انت عارف يا ابو الفهد كل واحد ملت بشغله هالايام. اسمح لي. الله يلعن عبو الشغل اللي بيبعد الاصحاب عن بعضيها. شو بدنا نعمل يا سيدي؟ هيك الحياه. بعد اذنك اسمح لي. استني يا زلمه، وين رايح؟ لسه ما شفتكش يا سيدي. بهمش تحملني، بشوفك مره ثانيه. بدي اسالك هالسؤال، هالفاروق اشتقت له؟ بتعرف وين رحل او وين سكن؟ صدقني ما حكى لي، بس بوعدك اذا بعرف بحكي لك. عن اذنك يا زلمه. مالك مستعجل؟ اقول لك الليله خلص بميل عليك وبنقعد بنحكي براحتنا عندك بالدار. الليله؟ صدقني الليله انا رايح عند نسيبي. يا سيدي الواحد لازم يعذر صاحبه. خلاص بكره باجي لك. بكره انا ماخذ العيال ورايح عند الوالده. طب يا سيدي بعد بكره منيح؟ بعد بكره انا مسافر وغايب شهر. بعد اذنك، سلام عليكم. شو ماله؟ كنا مش حابب يستخدمني بالدار عنده.
لا ما ظنيتش، بجوز أنا فهمت غلط. خلاص يومين ثلاثة بروح بكبس عليه على الضرب، بعمل له إياه مفاجأة. يعني عن جد فعلا الواحد لازم يشتري ساعاته بالمساري، ولا حتى الكلبيات اللي كان يقعد عليها نبل فهد غيرتهم كمان. خلينا انسى من مرة تاني، فرفت لي راحي كل يوم التاني تطلع الدار رايح جاي. لو سمحت ابو الشباب تفضل. انت من هون يعني من هاي الحاره؟ يا سيدي في شيء بدي اسالك. شكلك ذكي انت، في حدا من يومين ثلاثه سكن عندكم هون بالحاره؟ لا والله ما بعرف. الله يجعلك لا عرفت. شو هالزمن اللي صرنا فيه؟ بطل الواحد يعرف صاحبه وين راح، حتى الجار بطل يعرف وين جاره. الله اكبر. الله يرحم ايامك يا فاروخ. الله العظيم اني اشتقت لك يا رجل، اشتقت لسهراتك رغم انك كنت تنام وتفلتني صاحي لحالي. والله بنت فاروخ عمه تعالي اقول لك تعالي. والله شكلي بهاليومين اللي نقلوا فيه نسيتني البنت. تعالي اقول لك عمه. يا فاروق هيك تطلع من الدار من غير ما تقول لي وين رحت؟ ما خليت منطقة في البلد ولا حارة إلا سألت عنك يا زلمة. ما كنتش أعرف أنام وأنت مش في الحارة، هيك تركتني؟ شو بدي أقول؟ في اشتراك دار للإيجار يا جار. تعرف أنا تعبان، بعد ساعة صحيني الله يرضى عليك، بدي أوصل مشوار وأرجع لك. يلا شو اعمل؟ رح تعرف فناني يعني انت مثل ما رحت جدتي. شو اعمل؟ طول بالك يا ابو فاروق، هونها بتهون. الله اكبر على هيك مصيبة يا جماعة. عمي شوف لك دار تاني وارحل. الله اكبر، شو هذا يا رجل؟ كوم حجار ولا هالجار؟ هذا مش حل. شو بدكم اياه يضله راحل من دار لدار زي السواح مشان ابو فهد؟ طيب يا سيدات اذا عندك حل. انا ما بفهم الا حل واحد، اكسر اجره عن عتبة باب داره. بعرفك انا مستعمل مشاكل. بتعرف ايش؟ ماشي خليها علينا. والله جابها ابو فخري، الليله سهرتنا عندك. الدار داركم بس انا ما دخلني. انت صف واطفي وما دخلك. يعني بخير انام. هل انت موعد ولا بيجي؟ رايحه تكون سهره العمر بالنسبه لابو الفهد. بس يشرف. وحياتك يا ابو الفاروق، ما راح ينسى طول عمره هالسهره. ان شاء الله خير، بس انا قلبي مش مطمن. كيف العزة؟ أبارك كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ اسف دخلت عليك خمس دقائق. ايه هاي كل حبايب هون واللمه. ولا يهمك لا نعودها. اهلين ابو الفهد، وين يا زلمه زمان ما شفناك. والله وزمان يا ابو الفهد. يا مرحب. يا هلا والله الصهرة حلوت. الفاروق الفاروق قوم خلي العيال تعمل لنا كاستين شاي. حاضر. اسمع بالمرة ما انت رايح خليها تحط لنا المرة عندك زيطين فواكه. على راسي، طلباتك اوامر. تسلم. تعرف يا فخري بدنا نحطه تاني شوية فيلم اكشن من الاخر هذا فيش زيه. اقول لك بجد عمرك ما حضرت فيلم زي هيك. هذا للممثل العالمي جسمه شوال ارنولد. ارنولد شوال سكر.
شو هالفيلم هذا؟ شكله عن التمويل. حلو لهون حلو. شو تمويل مش تمويل يا زلمة؟ هذا أرنولد شوارزنيجر، هذا فيش زيه في كل العالم. هذا أفلامه كلها أكشن، تعرف؟ هذا معاه بارودة دائما بحطوه في الفيلم، بضل يطخطخ يطخطخ، بتفداش بتفداش، آخر شيء بموت كل الناس، بضل هو حبيبته. إن شاء الله، ولا يهمك. أما شو يا أبو صابر؟ هذا الفيلم قبل ما يبثوه على التلفزيونات كان ما هو في السينمات يبثوه، كسر الدنيا تكسير. وفي كثير من المشاهدين تكسروا. أو راح يتكسروا. بالله عليك شغلات أنت يا أبو فخري. اسمع أهم شيء ما تروحوش الليلة، خليك أنت وأبو صابر احضروا معنا. إيه بس أنا يا أبو الفهد بدي أحضر مباراة بنشرونة، بيقولوا عنها قوية كتير كتير. يا أبو الصابر هاي اسمها برشبونة، تسمعش إنهم بدلعوها وبيحكوا لها برشا؟ لا بنشرونة ولا بنشرونة، فلتونة، فيش مباريات الليلة، بدي ألعب أنا وياكم شدة، لأني بصراحة لما باجي عند الأب فاروق بزهق حالي، أهبل هاد بمشي الآن. جبت معاي شدة تلعبوه. أنت ببيت محترم هون، مش بقهوة، والزيارة لازم تكون خفيفة، مش هيك يا أبو الفهد؟ لا بتحكي هيك أنت، بعدين أنا متعود كل يوم أجي أسهر عند أخوي أب فاروق للصبح، مو جار؟ الزلمة صاحب شغل وعلى إيديك صار صاحب عيا، يعني الزلمة بده يروح على شغل الصبح، والفصيح بفهم بالإشارة. هو حدا شكاكم؟ شكيت لهم يا أب فاروق؟ شكيت يا جار؟ لا شكيت ولا حكيت. سامعين؟ إذا بعضمت إجر قاعد بقول ما حكيت ومبسوط، ليش بتحشر حالكم؟ ليه؟ يا قصده أبو فخري لازم الواحد يحس بالراحة في بيته. تعرف معك حق بهذه، أنا شخصيا بفتحش إلا ببيتي، بس مرات باجي بسهر عند أبو فاروق هيك كم ليلة برا بعديهن، بزهق حالي بحط راسه بينام الأهبال. طيب يا سيدي طالما ما بترتاح عنده ليش بتجي تسهر عنده بالداخل الزلمة؟ خليه يرتاح ببيته. يرتاح يا سيدي أنا مانع، أنا مانعك يا جار تأتين مش مانع، بس تعرفوا مرات باجي بسهر عنده بدي احضر الفيلم بنام بصير شخبر شخابيره بتكون معبي ببلد بصحيهاش. اي كنه فهمك صعب، احكي لك من الاخر الزلمه قرفان منك مش طايق حاله منك يا اخي، افهم انت ما عندكش احساس بتفهمش هذا الحكي لي ولا ابو كريش؟ الصحيح انه ما عندك لا فهم ولا احساس ولا ذوق. قاعدين بهينه في بيتي قصدي ببيتك وساكت الهم تعرفوا الاحترام مش لكم، الاحترام لهذا، ولا والله لو انه مش انا ببيت الاب فاروق كان تاكل العوائل. ليش انت خليت لصاحب البيت احترام؟ شو خسرني مالي دخل؟ والفواكه يا بنات تجيبيش فواكه تجيبيش، بدنا نروح يا جماعه. يلا يا حبيبي خلصنا شطبنا الله معكم. فعلا اللي استحوا ماتوا ولا كي دارك طلنا من هاي نص نصيص؟ فعلا اللي استحوا ماتوا لانك كماتك عايش. يا زلمه وبعدين معه مش شايفه بطر فينا كانها داره؟ بتحيك ولا بتحيك ابو فاروق باك من كان ما تمام انت هداك اليوم ما كانش قدامنا طريقة نعملها إلا هيك. تزعلش منا يا أب فاروق. أنا مش زعلان أبو الصابر، بس قال لي ما مضايقني إلا إنه إجا بالضرب. يا سيدي هيك ناس ما تفهم إلا بهاي اللغة. يا الله فانتم شباب فوتوا فوتوا. يا الله كيف حالك يا أب فاروق؟ أهلا وسهلا. والله شفنا حالنا فاضيين، كنا نمر عليك أنا وأصحابي وعرفهم عليك وعن كرمك عشان الليلة نيجي نسهر عندك أنا وياهم. هدول عبلندية شايفهم؟ وتحضرنا فستق ومستق وفواكه وفواكه وفواكه.